بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم يا شباب. هنكمل مع بعض إن شاء الله كورس طريقة الربح من الإنترنت. أظن الدنيا سهلة جدا وبسيطة في قصة التسويق بالعمولة، هنختمها النهاردة. أنا كنت قلت لك في فرق بين المحتوى العربي والمحتوى الأجنبي، بس قبل ما نخش على القصة ديت أنا في حتة صغيرة بس في الجزء بتاع سوق الداشبورد بتاعته، لوجن. تمام، عندي جزئين بس شباب، يعني انا اعتقد ان هم سهلين جدا بالنسبه لك. دي الريبورتس، الريبورتات اللي المفروض هتجيلك لو في ريزلت طبعا، او في اكشن حاصله في الداشبورد. دي بتديك بريف كده، ودي بتديك ريبورتس مفصله. تمام، والبيمنت ميثود، دي الجزئيه ديت اللي هي خاصه بالاكونت بتاعك. هتسبميته، هيطلب منك شويه بيانات، بيانات الكارد بتاعك، السويب بتاعك. خلينا نجيبها اهو، هيطلب منك الكانتري، السويفت بيك. ده كل بنك بيبقى ليه سويفت نمبر كده علشان البرانش بتاعك. هتخش تكتب مثلا بنك مصر سويفت مثلا، هتلاقي في نمبرز كده هتاخده تحطه هنا، واسم البنك طبعا، عنوان البنك اللي انت عايز تبعت عليه الفلوس اللي هتجيلك، الاكونت هولدر نيم، الاسم اللي بيه الاكونت ده، والسيتي، وتبتدي تقول له سيف. ولو عايز تعمل ريكوست للبيمنت، لو انت عندك طبعا رقم هنا مثلا، يعني خلاص بقى عايز تجيبه او تبعته، هتعمل ريكوست للبيمنت بتاعتك، ودي البيمنت هيستوري، الفواتير او الحاجات اللي جات لك عن طريق سوق. ونفس القصة على طريق موقع جوميا. وفي موقع تالت عربي بالمرة ممكن نسحبه معانا، هو موقع بيت كوم شباب، بتاع الوظائف، اكيد كلنا عارفينه. لو جيت كتبت هنا بالعربي اهو بيت، هتلاقيه يعني هو اول السيرش. ادي موقع بيت اهو، ده اكبر موقع وظائف في الشرق الاوسط، اعتقد كله عارفه وكله عامل اكاونت عليه. فللي مش عامل، انت لو نزلت تحت هنا، يعني القصة سواء عامل اكاونت او مش عامل، هتلاقي حاجة اسمها برنامج الشركاء، افليت اهي تحت، برنامج الشركاء، تخش عليها، هيبتدي يفهمك انت هتكسب ايه لما تشترك او تبقى شريك مع بيت. كل الكلام ده جميل. انا عايز استمارة طلب الانضمام اهي. هيطلب مني شوية معلومات هديها له، ولكن ركز هنا مع بيت، انا عشان كده ما ابتديتش بيه بصراحة. لا يتوفر حاليا اي شوائب في برنامج الشركاء. موقع بيت مليان الناس، يعني خلاص قفلته. فالراجل وقف الشركاء لحد ما بينسحب حد. يبقى انت بتسجل، بتملى الاستمارة ديت، وتكمل معاه نيكست وفينش والدنيا تمام. ولما بينسحب حد من برامج الشركاء، بتلاقيهم دخلوا الاكونتات اللي هي مسجلة عندهم. فده كده كان بالنسبة للمحتوى العربي، او دي اشهر حاجات في المحتوى العربي ممكن نسجل ونشترك فيها. وهتدور هتلاقي حاجات كتير، ولكن اعتقد يعني دول الافضل. طيب بالنسبة بقى للمحتوى الأجنبي، المحتوى الأجنبي زي إيه؟ قلنا إحنا عندنا سوق ده أحد شركات، شركة أمازون. طب أمازون شركة أمريكية بتبيع منتجات، فبتبيع في أوروبا، علشان الشحن بالنسبة لأوروبا موضوع تافه وسهل جدا. فيبقى إذا أنا لو دخلت سجلت في أمازون علشان أبيع، هيبقى صعب شوية أبيع في مصر. يعني في ناس في مصر كتير بتشتري، ولكن مش بالمستوى الجامد زي سوق وجوميا مثلا. ولكن علشان ابيع محتوى داخل امازون، افضل بالنسبه لي هيبقى مثلا في اوروبا. تمام، فلو انت عايز او حابب هتعمل محتوى اوروبي، لو انت عندك مثلا جروب او صفحه على الفيس او موقع كله بيتكلم بالانجليش، والتارجت بتاعك تارجت اوروبي، زي ما ان شاء الله هنتكلم في المحاضرات القادمه، يعني على ازاي نخلي التارجت اوروبي او التارجت عربي وما الى ذلك في القصه بتاعت المواقع. هتبتدي بدل ما تشترك على سوق، او تشترك على سوق مثلا للمحتوى العربي بتاعك، وتشترك على امازون. يعني لو دخلنا هنا امازون اهو، غني عن التعريف، موقع امازون هو سوق، يعني احدى الشركات، يعني سوق دي تعتبر احدى شركاته. يعني هتنزل تحت هنا، هتلاقي الافيليت بروجرام اهو، الافيليت بروجرام بيكام ان افيليت، نفس القصه بالظبط. انا عايز ابقى راجل شريك معاكو، او عايز
عامل لكم تسويق بالعمولة، فبيقول لك earn up to 10% advertising fee with a trusted e-commerce leader، يعني تاخد 10%. و اعتقد ان في حاجات بيبقى عليها نسب اكبر من 10%، ولكن المحتوى الاوروبي بيشتغل اسرع واحسن، فهتلاقي العائد او التارجت اعلى. هتقول له جوين ناو فور فري اهوت، تخش جوين نفس الخطوات. تمام. طيب انا بقى جمعت لك شوية مواقع ممكن تنطلق وتبتدي من خلالها. لو دخلنا هنا على احمد سلامه اكاديمي دوت بلوج بوست دوت كوم، طبعا انا لسه سايبها بلوج علشان ان شاء الله جوه الكورس مع بعض نحول البلوج ديت لويب سايت دوت كوم، وندخله على جوجل ادسنس ونبتدي نكسب من خلالها. لذلك انا لسه سايبها بلوجر، ومع بعض ان شاء الله هنحولها ونظبط الديزاين بتاعها وما الى ذلك. احنا بنتعلم فيها، حتى انت شفت انا حطيت الادز ديت فيها المرة اللي فاتت مع بعض. والادز دي بالنسبة لي انا مش يعني مش مهمة جدا، لان انا هوريك طرق تانية ممكن نشتغل بيها في مراحل متقدمة هتغنيني عن ان انا اشترك في سوق واشترك في جوميا، وحاجات بقى زي الجوجل ادسنس مثلا، حاجات زي الياهو والبين والكلام دوت، هم بيبقوا شركاء مع الشركات دي كلها وبيبتدي يضخ اعلاناته عندك، فانت كفيل بدل ما انت تروح تشترك في 100 جهة، تقدر تشترك في جهة واحدة وهم هيجمعوا لك 100 دول ويحطوا اعلاناتهم عندك وما الى ذلك. المهم يعني ده موضوع مش وقته. طبعا انا هنا حاطط للشباب كل المواضيع القديمة، وادي الموضوع الجديد بالنسبة لي افضل مواقع للربح من الانترنت عن طريق تسويق بالعمولة، هتلاقيها على الصفحة بتاعتنا اللي هي نتوركينج لاب. انا يعني ما كنتش مشغلها بصراحة الفترة اللي فاتت، انا كنت تشتغل، هتلاقيها تحت الفيديو اللي احنا بنتكلم منه ده، وهتلاقيها على الجروب بتاعنا على الفيسبوك زويتو اي تي، هتلاقي برضو اللينك بتاعها تحت الفيديو لو حابب تشترك معانا وتشوف المواضيع الجديدة. هنخش على الرابط، هتلاقيه تحت الفيديو في الوصف. طبعا دي الفيديوهات القديمة بالنسبة لنا، يعني اللي انت شفتها بالفعل وخلاص اتعاملت عليها. وهنا بقى ديت المواقع اللي انت ممكن تخش عليها، يعني مثلا ربح الانترنت من خلال مواقع استضافة المواقع. استضافة المواقع يا شباب، البلو هوست اعتقد مصريين كتير يعرفوه، بيتعاملوا عليه، بيقدروا يعملوا دومين نيم زي ما احنا هنتعامل في الفترة اللي جاية، وهنعمل دومين نيم باسمنا ونربطه ببلوجر ونعمل موقع عشان نقدر نجذب منه محتوى عربي او اجنبي نحط عليه موضوعات، فهنحتاج دومين نيم. يبقى اذا ده البلو هوست اهو، لو اتحط في رابط، او لو انت بقيت بارتنر ليه بتعمل له تسويق بالعمولة والهوستنج. يعني مثلا خلينا نخش على اي موقع عشوائي، الراجل ده مثلا عايز اشترك معاه، دايما الافلايت بروجرام دوت بيبقى تحت خالص، تلاقينا في الانفورميشن اهو افلايت بروجرام، ابتدي اخش عليه تقول له بيكام ان افلايت، وتخش نفس الخطوات بالظبط بتاعتنا اللي احنا اشتغلناها على سوق، هي بالظبط اللي على بقية المواقع كلها. طبعا انت هتعمل هنا ساين اب، وتخش بقى تكمل الاعدادات بتاعتك وتتعامل لحد ما تبقى راجل شريك معاهم. هيجي لك داشبورد تاخد منها لينكات تحطها على المواقع بتاعتك. يا شباب اللي عايز يعمل دومين عن طريق بلو هوست مثلا يخش من هنا وما الى ذلك يا شباب. فدي احد الكاتيجوريز اللي موجودة، التارجت بتاعها عربي واجنبي، استضافة المواقع كلنا بنعملها. تمام. مواقع التجارة الإلكترونية نفس القصة، ويبلي وويكس، أعتقد ويكس أنت بتشوفه كتير جدا على إعلانات اليوتيوب، برضو عربي وأجنبي بنقدر نعمله. برامج الرحلات، أنا شخصيا بوكينج ده أنا حجزت من عليه رحلات لداخل القاهرة، يعني مش لازم تبقى رحلات أوروبية أو ترافلينج خارج مصر أو خارج البلد اللي أنت قاعد فيها، لا بتحجز حاجات برضو تقدر تحطها على صفحة الفيس بتاعك. كل الكلام ده شباب في طريقة ربح أو نسبة أو عمولة لو أنت سوقت له. ودي بعض المواقع بقى التانية. فأتمنى بقى شباب إن تكون القصة وصلت. أنا إن شاء الله هنزل لكم بوست على المدونة بتاعتنا أحمد سلامة أكاديمي، هتحتوي مثلا على 150 موقع بيقدم خدمة العمولة بالتسويق، أو أنا آسف التسويق بالعمولة، يعني بيقدر يقدم لك الخدمة ديت تقدر تشترك فيه
وتبتدي تسوق له. واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. وده اول بارت بالنسبه لنا، التسويق بالعموله، بارت سهل جدا، ظريف، جميل، ممكن يكسبك لو اجتهدت فيه شويه. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.